يتوجه بافل إلى ميدان الاستقلال وكله فخر، يستذكر حياته وتطورات الأحداث في بلاده التي واكب أهم منعطفاتها التاريخية خلال الأعوام الستين الأخيرة. خلال فترة الاتحاد السوفيتي كان العرض العسكري مجرد استعراض، حتى الشعارات كانت تكتب مسبقة، أما اليوم فهي تعبير عن إرادة الشعب. التجمع كان كبيرا، ولعيد الاستقلال طعم مميز هذا العام في ظل تصعيد الأزمة الأوكرانية، حدث استغله الرئيس بيوتر باراشينكا للتأكيد على ضرورة حل أزمة الشرق في إطار وحدة أراضي بلاده. لا يجب أن يكون السلام من جانب واحد ولا على حساب سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. الأزمة خرجت عن إطار العلاقات الروسية الأوكرانية وهي تهدد الأمن الأوروبي والعالمي. نحو 1500 من أفراد القوات الأوكرانية وطلاب المعاهد العسكرية قدموا عرضاً عسكرياً جرى لأول مرة منذ أعوام بمشاركة نحو 50 من الآليات والمعدات العسكرية. على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أصرت السلطات الأوكرانية على إجراء العرض العسكري في هذا الوقت بالذات لأهميته، وذلك في ظل حالة الانقسام التي تعيشها البلاد. الإصرار جاء لرفع الروح المعنوية وتوحيد صفوف أبناء الشعب الأوكراني عامة والقوات الأوكرانية خاصة، لا سيما أن تلك القوات تكبدت خسائر كبيرة في عملياتها العسكرية ضد الانفصاليين. لا أشعر أنه عيد، العيد سيكون عندما نحقق النصر. إنه أول يوم استقلال، أشعر أنه عيد بكل معنى الكلمة. الأجواء احتفالية هنا في كييف، لكنها لم تخلو من انعكاسات أحداث الأشهر الأخيرة عليها، وقد يكون ارتفاع الروح الوطنية وتكاتف أبناء الشعب من أبرز مميزاتها. رانيا دريدي، الجزيرة، كييف.